الحمد لله المنفرد باسمه الأسمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، الظاهر لا تخيلا ولا وهما، الباطن تقدسا لا عظما، وسع كل شيء رحمة وعلما، وبعث في الأميين رسولا من أنفسهم عربا وعجما، زكاه روحا وجسما، وحاشاه عيبا ووصما، ففتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، فآمن به وعزره ونصره من جعل الله له في مغنم السعادة قسما، وكذب به وصدف عن آياته من كتب عليه الشقاء حتما. وأحمد الله تبارك وتعالى الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا بالتذلل لعظمته، سجدت له جميع مخلوقاته، وأقرت له بالوحدانية جميع مصنوعاته. وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، نشهدك يا ربنا بأن حبيبك محمدا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في سبيلك حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا وعن آبائنا وأمهاتنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم إني سائلك ولعلها ساعة إجابة، اللهم كما رزقتنا الإيمان بحبيبنا محمد ولم نره، لا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله، واسقنا من حوض الشريف وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، فإنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها المعزوم الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، نتواصل مع حضراتكم في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم أم كريمة انتقلت إلى جوار ربها، ندعو الله أن يتغمدها بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يوسع لها في قبرها مد البصر، وأن تحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وهكذا الدنيا تفرق بعد جمع واجتمال، وما لنا إلا أن نقول كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا ترفع وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار
نار قصور عالية وجهنم تصلى ونار حامية فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية وغدا مصيرك لا تراجع بعده إما جنان الخلد وإما الهاوية فندعو الله العلي الكريم أن يتغمدنا جميعا بواسع رحماته فالأمر أمره والحكم حكمه والقضاء قضاءه وليس لنا في الأمر شيء أيها المعزون الكرام في هذه الليلة القرآنية المباركة نكرم الأمة الكريمة حرم المرحوم الحاج صلاح برهان الهواري قصبر ندعو الله أن يرحمها وزوجها رحمة واسعة فقد أنجبت رجالا يشار إليهم بالبنان وأحسنت تربيتهم وصدق الإمام الشافعي قد مات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أمواتهم باسم حضراتكم نتقدم بخالص العزاء لأولادها الحاج محمود صلاح برهان الهواري قصبر والشيخ حامد صلاح والشيخ عبد الله صلاح وندعو الله أن يرحم والدتهم رحمة واسعة خالص العزاء من حضراتكم للحاج عبد الله عبد سلامة قصبر ولأخي الأستاذ علاء حامد برهان الهواري قصبر والحاج عودة حامد برهان والحاج فكري إبراهيم برهان الهواري خالص العزاء للدكتور مؤمن إبراهيم برهان الهواري خالص العزاء للحاج حسيني فؤاد قصبر والأستاذ عماد منصور والمهندس السيد قصبر مدير عام هندسة كهرباء ديار بنين خالص العزاء للأستاذ محمود قصبر والمهندس أحمد قصبر وللعائلة الكريمة فردا فردا وندعو الله أن يرحم أمنا الراحلة رحمة واسعة وباسم العائلة الكريمة أشكر لحضراتكم جميعا سعيكم كل من حضر وشرفنا لأداء واجب العزاء شرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور عبد الحميد منصور وشرفنا بالحضور وبرقية عزاء من المهندس عادل مهدي عبد الله أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمركز ديار بنين شكر الله سعيكم جميعا كل من حضر وشرفنا لأداء واجب العزاء وتواصل العطاء في ليلتنا القرآنية هذه ومعنا في هذه الليلة فضيلة القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروقي قارئ الإذاعة والتلفزيون والمحكم الدولي في القرآن وعلومه على مستوى العالم أجمع رئيس الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن ومعنا أيضا نقيب قراء محافظة الغربية قارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي ندعو الله أن يوفقهما في هذه الليلة القرآنية المباركة وأن يرزقنا حسن الاستماع وأن يكون هذا القرآن في ميزان حسنات أمنا الراحلة الفقيدة والمعزول الكرام نستمع الآن إلى قارئ الإذاعة والتلفزيون نقيب قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي ندعو الله أن يوفقه وأن يرزقنا حسن الاستماع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
وإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين قدم صدق عند ربهم ساحر مبين فإن تولوا فقل حسبي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
خاطرنا وبتيجي ديارب وتشرفنا وتنورنا. انت راجل تقرا القران للقران وقرانك يرضي الله ورسوله. سكتين دول سيدنا شيخ عبد الفتاح الطاروطي مدستكم على راسنا من فوق من طلعتكم من من بلادكم لحدات هنا، وشرف لديارب تكون موجود عندنا النهارده هنا. كل اللي قاعدين دول سميع وعارفين انت بتقول ايه وبيعوا الكلام ربنا، وديار فخور ان انت موجود في ديارب النهارده. الله يكرمك، ربنا يسعدك يا رب. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا ساحر مبين. إن ربكم يا
يدبر الأمر ما من شفيع إلا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيد يدبر الأمر ما من شفيع إلا يتقى بإذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا
بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ربكم فاعبدون.
إليه مرجعكم جميعا
صبيا يفصل الآيات لقوم يعلمون. يفصل الآيات لقوم يعلمون. لا يرجون لقاءنا
آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار يا سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار إلى النعيم دعوة تحياتهم فيها سلام
وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبط، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وليس بقول بشر. وهكذا أيها المعزون الكرام، من خواتيم سورة التوبة وصدر سورة يونس، استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة المباركة. فلها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون نقيب قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي. وكانت هذه التلاوة مواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة، والتي نكرم فيها أما كريمة انتقلت إلى جوار ربها. ندعو الله أن يتغمدها بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يكون هذا القرآن في ميزان حسناتها. شكر الله سعيكم جميعا، كل من حضر وشرفنا لأداء واجب العزاء. شرفنا بالحضور الكابتن أيمن حسان حمد، وشرفنا بالحضور الدكتور عبد الحليم تميم مدير عام إدارة أوقاف ديار بنجمة بمحافظة الشرقية، نائبا عن صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية. وشرفنا بالحضور الأستاذ الدكتور عبد الحميد منصور وجمع من السادة الضيوف. شكر الله سعيكم جميعا، كل من حضر وشرفنا لأداء واجب العزاء. في هذه الليلة القرآنية المباركة نكرم الأمة الكريمة حرم المرحوم الحاج صلاح برهان الهواري كسبر. ندعو الله أن يرحمها وزوجها رحمة واسعة. خالص العزاء لأولادها الحاج محمود صلاح برهان الهواري كسبر، وفضيلة الشيخ حامد صلاح، وفضيلة الشيخ عبد الله صلاح. وندعو الله أن يرحم والدتهما رحمة واسعة. خالص العزاء للحاج عبد الله عبد سلامة كسبر. خالص العزاء لأخي الأستاذ علاء حامد برهان الهواري كسبر المدير العام للضرائب العقارية. خالص العزاء للحاج عودة حامد برهان والحاج فكري إبراهيم برهان ودكتور مؤمن إبراهيم برهان. خالص العزاء للحاج حسيني فؤاد كسبر. خالص العزاء للأستاذ عماد منصور والمهندس السيد كسبر مدير عام هندسة كهرباء ديار بنجم. خالص العزاء للأستاذ محمود كسبر والمهندس أحمد كسبر وللعائلة الكريمة فردا فردا. وشكر الله سعيكم جميعا، كل من حضر وشرفنا لأداء واجب العزاء في ليلة تكريم الأمة الراحلة. وباسم الدكتور عبد الله أبو النجا ونائبا عن جامعة الزقازيق نقدم خالص العزاء للعائلة الكريمة. صاحبنا خلال هذه التلاوة
روايته المباركة المدرسة الإذاعية المهندس محمد الشربجي المنصورة بقهلية والفراشة والإدارة الحديثة والخدمة الفندقية الحاجة عزة أبو عبده فرغانة دير بنجمة. تشاهدون هذه الليلة على قناة المهندس ناصر صلاح والمهندس هيثم ممدوح لتصوير الحفلات الدينية. شكرا لحضراتكم، شكر الله سعيكم جميعا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.